مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. أكدت الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري أن المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفقا على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا. وقالت خوري عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط أن الجانبين اتفقا على مناقشة كيفية تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الشعب الليبي والوقوف على التعقيدات في ليبيا وحاجيات الشعب الليبي، وكذا أهمية تحقيق تقدم في العملية السياسية. من جانبه أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المغرب كان دائما مقتنعا بأن المظلة الأممية ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية. وأكد بوريطة أن هناك أملا وحرصا على أن تكون الأمم المتحدة متابعة للملف الليبي وأن تكون على علم بالتحركات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب في إطار هذا الملف، مسجلا أن هذا الحرص تجسد منذ الحوار الليبي في صخيرات حيث اشتغل المغرب مع الأمم المتحدة وكذلك في بوزنيقة وفي كل الاجتماعات الأخرى. للمزيد عن تطورات ومستجدات المسار الدبلوماسي في ليبيا ينضم إلينا من تونس العاصمة الأستاذ غازي معلة المحلل السياسي الخبير في الشأن الليبي، ومن مدينة سبها ليبيا ينضم إلينا الأستاذ إدريس حميد الإعلامي والباحث السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معكم أستاذ غازي معلة من تونس. طبعا هذه هي الجولة الإقليمية الأولى للممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة، والمملكة المغربية محطة رئيسية وأولى في هذه هي الجولة. ما دلالات هذا التحرك في هذا السياق الذي تمر منه الأزمة الليبية؟ صحيح، الأزمة الليبية الآن تمر بمرحلة حرجة جدا، وهناك يعني وضع متأزم جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا. الحمد لله ليس هناك صراع مسلح لغاية هذه الساعة، أتمنى أن لا يكون. وبالتالي المبعوثة الأممية بالنيابة السيدة ستيفاني خوري قامت بمجموعة من اللقاءات مع عديد السياسية أو عسكرية أو أمنية وفعاليات اجتماعية وبعض السفراء المقيمين بطرابلس العاصمة، والآن هي تقوم بجولة إقليمية لطرح أفكارها وطرح مبادراتها وفهم أيضا ما يدور بكواليس الدول الشقيقة وصديقة لليبيا، وخاصة الدول التي لديها باع في هذا الملف، وخاصة المغرب التي كانت السباقة منذ 2014 في المبادرة اتفاق الصخيرات ثم بوزنيقة، وكل هذه المبادرات التي قامت بها المغرب ولديها الخبرة الكافية في إدارة مثل هذه الملفات. وبالتالي هذه الزيارة تندرج في نطاق التشاور حول كيفية الذهاب نحو الأمام بالملف الليبي نحو حل جذري واستقرار دائم ممكن أن يكون عبر انتخابات خلال الأشهر القادمة. شكرا لكم أستاذ غازي معلة من تونس العاصمة. من مدينة سبها الليبية ينضم إلينا الأستاذ إدريس أحميد الإعلامي والباحث السياسي، أرحب به معنا. ما التعقيدات الأساسية التي الآن تقف أمام مسار أو على الأقل حلحلة العقبات التي تواجه الحوار الليبي، والتي من شأن أنه هذه التحركات الدبلوماسية بدءا من المملكة المغربية بالنسبة للأمم المتحدة يمكن أن تساعد في الحل؟ تحية للمشاهدين الأفاضل وإلى حضرة الأستاذ محمد وإلى الأستاذ غازي وإلى فريق العمل. من المعروف أن الأزمة الليبية تدخل في عامها 13 من الخلافات والانقسامات. فشلت الأمم المتحدة للآن من خلال 8 مبعوثين في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية. التدخلات الخارجية كبيرة في ليبيا. الانقسام واضح بين الأطراف الليبية بما يعرف بانعدام الثقة بسبب غياب اشتراطات مهمة من شأنها أن تسهل هذه الحوارات بحيث تنتج حل نهائي. المملكة المغربية مشكورة، هي حاضنة للحوارات الليبية وهي محل ثقة من كل الأطراف الليبية لدورها المهم. وأيضا سمعنا أن جلالة الملك أوصى بأن يكون الدور المغربي من خلال الأمم المتحدة، وهذا أمر مهم جدا. لذلك نعتقد أن هذه الحوارات وهذه اللقاءات وخاصة المبعوثين لم يصلوا بحل إلى ليبيا ولن يصلوا بحل إلى ليبيا
في ظل عدم تطبيق القرارات الدولية التي من شأنها أن تذهب ببلاد الاستقرار. من أهم العقبات بعد إجراء انتخابات مرتين في ليبيا هو انتشار السلاح لدى التشكيلات المسلحة، وهناك قرارات دولية في برلين 2 وبرلين 1 وغيرها من المطالبات ولم يتم، ولازال السلاح والعقبة الكهداء مما يعطل هذه المهمة. أيضا هناك قرارات اللجنة العسكرية 5+5 والتي تنتظر التنفيذ ولم يتم تنفيذها ولم يتم مساعدتها في هذا التنفيذ، وأيضا مساعدة القيادة العامة القوات المسلحة الليبية الآن موجودة في شرق البلاد وجنوب البلاد، وهي تشرف على الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر وتبذل في مجهودات كبيرة، فكان يجب أن يكون هناك مساعدة لها. ولكن نرجع إلى الملف المدني أو الشأن المدني، أيضا عندنا المجلس الأعلى للدولة. هذا المجلس الحقيقة يعاني من إشكاليات في انقسام داخل المجلس بين أطراف تضع شروط وتتناغم مع حكومة الوحدة الوطنية التي قالت أنها لن ترحل بل تريد أن تشرف على إجراء الانتخابات، وأطراف أخرى في مجلس الدولة تريد الانتخابات بالتعاون مع مجلس النواب. ونعرف أن قرارات 6+6 والتي كانت في بوزنيقة هي فرصة تاريخية للحديث عن الانتخابات بعد أن تم القفز على انتخابات مهمة في 24 ديسمبر 2021 والتي كانت بموعد دولي، مما أفقد الثقة وأبعد التفكير أو في إجراء انتخابات في ظل هذا الانقسام. إذن المشهد الليبي بحاجة إلى أطراف تشخص العملية، أطراف دولية يعني تنصف المشهد وتكشف الأطراف المعطلة وتنفذ هذا القرار. إلا أني أعتقد أن الأطراف الدولية والولايات المتحدة الأمريكية التي أطلق رئيسها بايدن العشرية حول ليبيا كانت مجرد تصريحات ولم ترى أي تنفيذ ولا ترى أي ضغط على الأطراف التي تعطل المشهد السياسي في ظل وجود متغيرات صراع نفوذ وتدخلات خارجية في ليبيا. نعم. شكرا لكم أستاذ إدريس أحمد، ابقى معنا لو تكرمت. أستاذ غازي معلم من تونس العاصمة، التصريحات التي نطالعها الآن من الرباط عقب المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية المغربي والممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، أكدت على جانب مهم وهو مركزية دور الأمم المتحدة في الحل. ومن ذلك أيضا حديث ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي على أنه المغرب أيضا مقتنع بأن المظلة الأممية ضرورية لأي حل يحظى بالشرعية في ليبيا. هل هناك أيضا مخاوف في هذه المرحلة باستحضار التوصيف الذي ذكره ضيفنا من سبها على مهمة الأمم المتحدة في حد ذاتها في ليبيا ودورها وتعاون الأطراف معها؟ نعم، الحقيقة ليبيا لا ننسى أنها ما زالت تحت البند السابع، وبالتالي ليبيا تحت الوصاية الدولية أحببنا أم كرهنا، وهذا القرار كان موجود وساري المفعول لغاية هذا اليوم. ايضا لا ننسى ايضا ان كل الحلول التي شهدتها ليبيا ولو كانت حلول جزئيه او حلول غير دائمه، هذه الحلول كانت برعايه امميه اولا وقبل كل شيء. طبعا كانت هناك ايادي بيضاء لدول شقيقه صديقه لليبيا وبعض الدول الغربيه الاخرى، ونذكر بخصوص المغرب في اتفاق الصخيرات واتفاق بوزنيقة. هذه الاتفاقيات كانت داعمة لنوع ما من الاستقرار الجزئي في ليبيا، ولكن كانت بغطاء أممي وبقرارات صادرة عن الأمن التي أرسلت الشرعية على كل الحكومات المتعاقبة، الحكومة السراج ثم حكومة المدبيبة، هي حكومات أتت على أثر اتفاقيات ثنائية ليبية صحيح، لكن بغطاء أممي وغطاء دولي وبقرار مجلس الأمن. وبالتالي ما صرح به السيد الوزير كلام صحيح وكلام منطقي وكلام يندرج في نطاق أنه بعض الأطراف الدولية والإقليمية تريد أن تذهب بالملف الليبي بعيدا عن الشرعية الدولية، وتكون هناك اتفاقيات ثنائية بين بعض الأطراف الدولية والإقليمية، ويمكن أن يكون هذا سبب في مزيد من الاضطراب ومزيد من عدم الاستقرار في ليبيا. إذن الحل الوحيد هو اتفاق ليبي بغطاء أممي طبعا وبدعم إقليمي ودولي لا نقاش فيه. الممثلة الخاصة أو بالنيابة طبعا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، هل تنطلق أو تستأنف
من التراكم الحاصل أم أن مقاربتها تنبني على يعني منطلقات جديدة وأفكار جديدة؟ الحقيقة من السؤال السيدة ستيفاني خوري. تفضل أستاذ غازي معدن. ستيفاني خوري ورثت تركة ثقيلة جدا من تراكمات، من فشل، ومن خاصة من عدم قدرة على إيجاد حلول جذرية وحلول ممكن أن تستمر في الزمن، وخاصة المبعوث الأممي الأخير السيد عبد الله باتيري كانت خطواته متعثرة وكانت عليه عديد نقاط الاستفهام حول نيته في إيجاد حل جذري للقضية الليبية، وبالتالي السيد ستيفاني خوري تأتي من بعيد، وبالتالي هي في حاجة إلى إعانة بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي لديها الخبرة الكافية بالملف الليبي، وأعتقد أنه المغرب هي الدولة المرشحة رقم واحد لهذا الدور لأنها كانت سباقة في 2014 وفي 2015 وحتى في 2020-2021 لغاية الأشهر الأخيرة، وبالتالي الدراية بالملف، الدراية بالأشخاص، معرفة خبايا الأمور، معرفة أين تكمن نقاط الضعف وأين تكمن نقاط القوة، هذا هي التراكمات. هذه التراكمات صحيح عن البعثة الدولية لديها يعني بعض التجربة، لكن أيضا الدول التي كانت مساهمة مثل المغرب لديها تجربة كبيرة وكبيرة جدا، وبالتالي الاستعانة بها أمر مفروض منه ولا يمكن المرور بدونه. شكرا لك أستاذ غازي معلا لو تبقى معنا إذا تكرمت. طبعا أستاذ إدريس حميد من سبها الليبية، مهم دور الأمم المتحدة ومظلة الأمم المتحدة مهمة كما ذكر ذلك ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، ومهم دور الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في حلحلة الأمور، ومهم أيضا دور الأطراف الراعية لهذا الحوار أو المساهمة فيه بأيادي بيضاء كما ذكرت أنت أيضا وذكر ضيفنا من تونس ومنها المغرب، لكن ماذا عن الفرقاء السياسيين في ليبيا؟ ماذا عن دورهم؟ عن أهمية كاريزميتهم المحلية وعن حضور الأجندة الوطنية وتغليبها عن أي ارتهان خارجي؟ نعم، أود أن نتحدث عن دور الأمم المتحدة. الأمم المتحدة بإمكانها من خلال أي مبعوث بإمكانها أن ينجح لو كان له شخصية وكاريزما ويحترم المهنية التي كلف من أجلها، سوف يكون النجاح. وإن كان يتبع هوى الدول الكبرى وصراعاتها وغيرها فلن يستطيع إنجاز حل، وبذلك يتحرك ويلتفت لرؤية الدول الأخرى الكبرى ماذا تريد ويحاول أن يتراغم معها. أما فيما يتعلق بالفعل المشكلة الليبية، نحن لا نلوم الأطراف الخارجية بقدر ما نلوم أنفسنا، سواء تركت السابقة 40 عاما وما تلاها من تحول أو تغيير أو ثورة كان يفترض أن يكون هناك برنامج وطني وشخصيات وطنية تحمل رؤية، ولكن للأسف الشديد اتضح أن هؤلاء الذين جاءوا أغلبهم كانوا معارضون وغيرهم فشلوا، بل ذهبوا في حال سبيلهم بعد ما استفادوا وساهموا في الفساد في ليبيا. هذه حقيقة واقعة. الأطراف الداخلية أيضا بينها انقسام، لأن ما حدث في ليبيا هو انقسام بين المجتمع الليبي وانتشار السلاح. ونذكر أن الموضوع السلاح، أن بعد إعلان التحرير الراحل محمود جبرين رئيس المكتب التنفيذي وضع خطة لجمع السلاح، وإذا به التشكيلات المسلحة ترفض جمع السلاح بأوامر من دول إقليمية، بل زادت التشكيلات المسلحة. لما انتخب المؤتمر الوطني الحزب الذي فاز بأغلبية بدل أن يشكل حكومة التف عليه بعض الأطراف التي تحمل أجندات وإيديولوجيات وانحرفوا بالمسار ووضعوا عراقيل نعاني منها، وجاءت انتخابات 2014 انتخابات البرلمان التي كان إقبالها ضعيف، ولكن فشل فيها الإسلام السياسي وحدث اقتتال في داخل العاصمة وفر البرلمان إلى هذا اليوم إلى الشرق في طبرة. لذلك أعتقد أن الآن من خلال المعاناة وتشخيص حقيقي للمسألة الليبية، الليبيون فشلوا في المسار الديمقراطي بسبب تراكمات اجتماعية، وكل من يصل إلى السلطة لا يريد الرحيل. أعتقد أنا وجهة نظري، وأنا دائما أتحدث أتبنى رؤية، أن ليبيا نعم بحاجة للانتخابات ولتداول السلطة، ولكن ليبيا بحاجة إلى سلطة قوية ظالمة وعادلة تطبق القوانين، لأن نحن بحاجة لتطبيق القوانين واستنهاض الهمم. بدل النقطة التي توقفت عنها وعذرا على المقاطعة التي لربما توقف عندها المسار كله،
وهو مسألة الانتخابات والولوج إلى المناصب السيادية ومنصب الرئاسة أيضا الذي كان محور خلافات محتدة بين الطرفين بين الشرق والغرب، والخلاف حول أهلية العسكر من أجل الولوج إلى المناصب الرئاسية. هل هذه النقطة لا تزال هي النقطة التي تنعقد فيها طبعا كل تفاصيل الملف أم لا؟ أولا لا نستطيع أن نعمم أن نقول بين الشرق والغرب. المجتمع الليبي الليبيين يعانوا معاناة، يعني في هناك قواسم مشتركة في المعاناة، هذه أطراف معينة في المشهد السياسي. أنا أعتقد أن الحجة وهي ليست في شروط الترشح، بل هي أطراف معينة تريد أن تسيطر على المشهد السياسي والمشهد الاقتصادي بحجة الديمقراطية وتداول السلطة، ولن يعجبها العجب ولا صيام في رجب بالدارجة. لذلك يعني بكل بالواضح أطراف معينة تسيطر على المشهد السياسي، أطراف تضع عراقيل من أجل أطراف أخرى، يعني ليس لها أي خصم معين، يعني كل مرة يعني يطلع بفكرة جديدة. اتفقنا على الدستور، أنزل الدستور في 2017 وبقى حبيس الأدراج، وانطلقنا لنقطة أخرى. يجب أن نذكر أن الحالة الليبية، يعني كل من يصل إلى السلطة لن يرحل، لأن الليبيين ورثوا تركة من 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 الاستحواذ على الدولة وعلى ممتلكات الدولة، ولم وحقيقة هذه تجربة جديدة، تجربة الانتخابية، يعني هذا نتاج طبيعي ما يحدث الآن. ولكن طيب. نعم تفضل. عذرا على المقاطعة أستاذ إدريس حميد، أرجو أن تبقى معنا، ولكن في هذه النقطة أيضا أريد أن أشرك معنا من تونس العاصمة الأستاذ غازي معلا. طبعا أمام الممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة أجندة كثيفة من العمل، إذا طلبت منكم أن ترتبوا طبعا الأسبقيات من وجهة نظركم من أجل إحراز تقدم، لأنه المطلوب هو إحراز هذا التقدم، هل ينبغي أن تبدأ من إحداث أو محاولة إحداث اختراقات فيما يتعلق بالأجندة الانتخابية وتفاصيلها القانونية فيما يتصل بالولوج إلى المناصب الرئاسية في الدولة أو قابلية للترشح، الأهلية للترشح، أم ينبغي أن تستأنف من اتفاق مثلا المحاصصة بشأن المناصب السيادية الذي تم الاتفاق عليه في المغرب؟ من أين تبدأ؟ أعتقد أنه لابد أن تنطلق من اتفاق 6+6 الذي أنجز في المغرب. اتفاق 6+6 هو الذي يعطي يعني يعطي نقطة الانطلاق للمسار الانتخابي، نقطة المسار الانتخابي الذي لا يمكن أن يكون بوجود حكومتين، في حكومة بالشرق وحكومة بالغرب. يعني بعبارة أوضح، لابد من إيجاد صيغة ما لتكوين حكومة وحدة وطنية فعلية تكون مهمتها الفعلية الوحيدة والأساسية هي إنجاز انتخابات، وهذه المرة تكون بشروط وبظروف معينة. أعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى التي أمام البعثة الأممية وأمام ستيفاني خوري. بعد ذلك، بعد تكوين هذه الحكومة، طبعا لابد من الانطلاق نحو إعادة تشكيل المناصب السيادية، وحسب الاتفاق الذي وقع أيضا في بوزنيقة، ما هي هذه المناصب، ترتيبها، وكيف يكون تقسيم هذه المناصب، وبدون محاصة ولكن تكون حول الكفاءة والقدرة على تسيير شؤون الدولة الليبية. هذه النقطتين الأساسيتين التي لابد أن تشتغل عليهم البعثة الأممية، ومن بعد ذلك نبدأ في التفكير والتحضير للانتخابات، لأنه بدون وجود دولة موحدة المؤسسات وبحكومة موحدة ومؤسسات موحدة وقوية، يصعب أو يستحيل إجراء انتخابات بهذه الظروف. وبالتالي هذه الأولويات لابد أن تكون أمام البعثة الأممية، ولابد للمجتمع الدولي والدول الجوار والدول الإقليمية والشخصيات الدولية التي لديها تأثير في الملف الليبي أن تسعى وتشعل تشتغل صباحا مساء لإيجاد هذه أستاذ غازي معلم، أنتم تعرفون بأنه وتتابعون هذا الملف عن كثب، تعرفون أنه الوسطاء الأمميون سابقا أثناء طبعا في ختام مهماتهم أو عندما تنتهي بالفشل غالبا ما يلقون باللائمة على الفرقاء الليبيين أنفسهم، ويقولون بأنهم لم يجدوا ما يكفي من الرغبة في تذليل العقبات، من الانخراط، من الالتزام، من التنازلات أيضا. هل تتوقع أنه هذه الترسيمة
التي يسير فيها المسؤولون الأمميون والوسطاء الأمميون يمكن أن تتكرر أم أنه بالفعل يمكن أن نشهد مرحلة جديدة ومنهجية جديدة في الحل؟ أعتقد أنه معظم لا أعمم لكن معظم وأغلب المبعوثين الأمميين إلى ليبيا كلامهم فيه كثير من التهويل لكي لا نقول كلاما آخر. الأطراف الليبية في معظمها طبعا هناك من يعرقل لكن في معظمها تسعى لإيجاد حلول دائمة والبحث على الاستقرار داخل ليبيا. المطلوب الآن ودائما كان المطلوب وعندما حدثت بعض الاختراقات في هذه الملف الدعم الدولي والدعم الإقليمي. بدون دعم دولي وإقليمي، بدون لا أقول تدخل ولكن المساعدة من الدول الفاعلة في المنطقة والدول الغربية الكبرى وخاصة دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، بهذا الدعم الدولي يمكن أن نصل إلى حلول. بدون دعم دولي، بدون مساعدة من دول الجوار مثل المغرب أو مصر أو حتى الجزائر، بدون هذه المساعدات يصعب. نذكر جيدا وأعود وأكرر مرة أخرى في 2015 وفي 2016، خاصة في 2015 عندما كان هناك رغبة دولية وكانت هناك أرضية سانحة، اجتمع الفرقاء الليبيون في المغرب في الصخيرات وبعد أسابيع قليلة وصلوا إلى اتفاق وارتضى به الجميع وكان وراءه استوعب من الاستقرار. أعتقد أنه نفس الشيء الآن لابد من الذهاب نحو اجتماع يكون في دولة محايدة، في دولة قادرة على أن توفر الأرضية المساعدة لجميع الليبيين مع التفاف دولي بغطاء أممي وبالتالي نصل للنتيجة. بدون ذلك أعتقد أنه كل البعثات الدولية سواء كان ذلك في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن بدون غطاء دولي فشلت فشلا ذريعا. طيب شكرا لكم أستاذ غازي معلا. أستاذ إدريس حميد، في ختام هذه الحلقة، هناك تراكم في الوساطة لفائدة الملف الليبي، وهنا في المغرب أساسا هناك عدد من المحطات الأساسية الفارقة في مسار هذه الوساطة، من اتفاق صخيرات إلى بوزنيقة إلى طنجة إلى غير ذلك. ما المطلوب من المغرب في هذه المرحلة؟ نعم أكرر، نحن نتمن دور المملكة المغربية ورغبتها وإرادتها في إيجاد حل لليبيا ونقدر هذا الدور، ولكن أعتقد أن هناك تدخلات إقليمية ودولية لا تريد استقرار ليبيا، والحل يجب أن يكون ليبي، لأن الأمم المتحدة لم تدخل في ملف ولا عطلته، خاصة أن ليبيا دولة تمتلك إمكانيات وخيرات، والآن ازداد الصراع حول ليبيا فيما يتعلق بأفريقيا وغيره والصراع الروسي الأمريكي، هذا يعطل. على سبيل المثال الآن يعني ليبيا المناصب السيادية يعني لا تتحرك إلا وفق الإرادة الدولية، تدخلات بريطانية تدخلات أمريكية واضحة. أيضا المبعوث لن يستطيع إنجاز حل، والنجح لن يكون لأن أريد لليبيا أن تبقى هكذا. لذلك ما لم يكون الحل ليبي فلن يكون ليبيون. أيضا الشارع الليبي اللي سجل في الانتخابات ب2,800,000 تم القفز على الانتخابات ولم يتحرك أحد. هنا التساؤل، يعني ليس هناك إرادة، ليس هناك رغبة. عندما يصند الليبيين الهمم ويكون هناك إرادة ويكون هناك رغبة شعبية سوف تجبر الدول المتدخلة في ليبيا وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول على أن الشارع الليبي يعني يريد انتخابات ويريد حل. ولكن هذه الدول تتعاون مع أطراف معينة تخدم في مصالحها. على سبيل المثال حكومة الوحدة الوطنية لا تريد الرحيل وهي انتخبت إلى 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 24 ديسمبر 2021. الآن حكومة الوحدة الوطنية تريد أن تبقى في السلطة وهي من يشرف على الانتخابات وربما تترشح. أيضا المجلس الأعلى للدولة يتراغم مع حكومة الوحدة الوطنية. لذلك أعتقد أن ليبيا، وأكرر هذا، ليبيا الآن الانتخابات وإن كانت حاجة ملحة ولكن لابد، أنا قناعتي أن ليبيا يجب أن يكون فيها سلطة قوية ولا نرضى. ليس هناك شيء اسمه ديمقراطية، شيء شكلي. يعني الآن العالم حولنا شوف كثير من الأحداث. الديمقراطية يجب تكون نتاج محلي، تكون رغبة محلية. لذلك ما لم يكن هناك صحوة ليبية وهناك أيضا متطلبات تدبير التعددية في ليبيا والتنوع في ليبيا والحكامة في ليبيا والاستقرار في ليبيا. أستاذ محمد نحن مع الديمقراطية ولكن المشكلة في ليبيا أطراف معينة تعد على الأصابع تسيطر على المشهد السياسي. لماذا؟ لأنها ليس لها حاضنة في الشارع، ليس عطلت الانتخابات ووضعت ألغام. نحن مع الديمقراطية وتداول السلطة ولكن الديمقراطية نهج وهناك أسس. يعني نحن نتحدث
ولكن من يستطيع أن يضع الجرس على رقبة القطة؟ هذا السؤال. لذلك نحن مع الديمقراطية، ولكن يجب أن نكون واقعيين ونشوفوا ما يدور حولنا. ليس هناك حقوق إنسان للأسف الشديد، وليس هناك ديمقراطية، ولعل المتغيرات الدولية خير دليل على ذلك. شكرا جزيلا لكم الأستاذ إدريس حميد الإعلامي والباحث السياسي، حدثنا من سبها الليبية. شكرا لك على مشاركتك القيمة. نشكر ضيفنا من تونس العاصمة الأستاذ غازي معلى، المحلل السياسي الخبير في شؤون الليبية. شكرا لك على المشاركة معنا. أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والإطلاع على المزيد من الأخبار حول ليبيا حول العالم على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.